مرحبا بكم أيها المتابعون الرائعون. اسم بدر من الأسماء التي يقبل الأزواج على اختيارها لتكون اسما لأحد مواليدهم بسبب جمال الاسم ورقته، إلا أنه مع الاهتمام الكبير بمعاني الأسماء خلال الفترة الأخيرة يرغب هؤلاء الأزواج في التعرف على الاسم بصورة تفصيلية أكثر مما يعرفونها، وهو ما سنوضحه بالفعل خلال هذا الفيديو. معنى اسم بدر: كلمة البدر تطلق على القمر في الليلة الرابعة عشر من الشهر، لأن القمر في هذه الليلة يكون بكامل هيئته وكامل نوره، حيث ينير الليل في ظلمته الشديدة. واستخدام بدر كاسم عالم للإشارة إلى جمال صاحب الاسم وتمتعه بوجه جميل مشرق يشبه القمر في اكتماله، الذي يجعله محبوبا من الجميع. في اللغة العربية لم يختلف معنى اسم بدر عن معناه في معجم معاني الأسماء، سوى أن في معاجم اللغة كان تفسير الاسم فيها بصورة تفصيلية أكثر، بمعنى أن تسمية القمر في ليلة اكتماله باسم بدر جاءت من أنه يبارد بالغروب قبل شروق الشمس مباشرة، على الرغم من شدة نوره في الظلام. كما ذكرت معاجم اللغة معنى آخر لاسم بدر، وهو الغلام الممتلئ والكامل الناضج. اسم بدر في القرآن الكريم: أكثر ما يميز اسم بدر أنه اسم علم عربي الأصل ذات طابع إسلامي، وأصبح الاسم إسلاميا بسبب أن الاسم بالفعل قد تم ذكره في القرآن الكريم مرة واحدة فقط في سورة آل عمران الآية 123. ومعنى اسم بدر في القرآن الكريم هنا بعيد كليا عن معاني الاسم في معاجم الأسماء واللغة، لأن كلمة بدر في المصحف الشريف قد جاءت إلى غزوة بدر، أول الغزوات التي قام بها المسلمين وفازوا بها. صفة من يحمل اسم بدر: شخصية مرحة وتحب الضحك والهزار، كما أنه يتميز بوجهه البشوش، طموح وصبور، لذلك هو لا يمل من السعي وراء هدفه، إنسان يتحمل المسؤولية، ويساعده هدوءه الشديد ورزانته على تخطي أصعب المشكلة في حياته، يتمتع بذكاء فطري وفكر مميز يجعله مبدعا وناجحا في مختلف أمور حياته. من عيوب شخصية صاحب اسم بدر أنه متقلب المزاج ويصعب إرضاؤه، كما أنه عنيد للغاية. هل وجدتم المعلومات الواردة في هذا الفيديو كافية عن اسم بدر؟ أم لديكم أسئلة أخرى عن هذا الاسم والتي لم تجدوا لها إجابة من خلال قناتنا؟ إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، دمتم في رعاية الله. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.